أنا أرحب بالأستاذ منذر معنا على الهاتف الآن. أستاذ منذر حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا، منورنا أستاذ منذر. أهلا وسهلا، نورك. أو أصبح عليك أنت الشباب الموجودين، فهد وعبد الله وما أدري مين الثالث اللي معاكم. سعيد، أستاذ سعيد معنا. طيب أستاذ منذر، أنا ما أبي أطول، أسئلة محددة حتى نصل إلى إجابات ونقفل الاتصال، ما ودي أطول. السؤال الأول، كم بروفة سويت للمتسابقين؟ ولماذا اذا كان في اكثر من بروف من بروفه لماذا لم تكون في وقتها؟ طيب اول شيء ما كان في بروفات كثيره، اتوقع كانت بروفه واحده غير البروفه اللي كانت وقت الدوره التدريبيه اللي نص الشباب واغلبهم ما كانوا حاضرين فيها، واللي حاضرين جسديا ما هم حاضرين ذهنيا. ليش ما كان في دورات اكثر استاذ منذر؟ ما كان في وقت انه يكونوا متواجدين، فقرات كانت كثيره. بعد فوكس ما في فقرات، معروف. بعد فوكس انا ما اقدر اجي بصراحه، بعد فوكس الساعه 2 ونص ما عندي اجي، لانه مرتبط بدوام الصباح، دوام من الساعه 8 الصباح، فعشان كذا ما اقدر اجي اخر الليل الساعه 2 ونص ما يمديني. طيب يعني الان بروفه واحده فقط قدمت للمتسابقين وواحده ما كانوا مركزين معك فيها، طيب ايش الدور اللي قدمته لحماده في المسلسل في المسرحيه العرض الاخير؟ أعطيته دور الميكانيكي، وهذا دور أنا أضفته للشخصية للمسرحية. كان الدور يكمل اللي بدأ عبد الله كان هو في الجزئية الأولى، في الجزء الأول من المسرحية. حمادة الجزء الثاني يكمل دور الميكانيكي اللي بدأ فيه عبد الله. طيب وقبل ما أسأله أو قبل ما أعطيه الدور قلت له إنه بيكون ارتجال، هل تقدر ترتجل؟ قال لي نقدر نرتجل، قلت له خلاص أوكي نرتجل في نفس الجو حق الميكانيكي اللي بيكون في المسرحية. يعني حمادة يا منذر ما كان عنده نص مكتوب؟ لا ما كان عنده نص مكتوب. يعني هل هذا خلنا نقول مسرحية تقدم الآن أمام لجنة، هل من المنطقي يا أستاذ منذر أن يطلع المتسابق بدون نص؟ هو مو منطقي، لكن قبل ما أقرر عليه الدور سألته هل تقدر؟ قال لي أقدر. يعني أنت سألته هل تقدر؟ قال أقدر. أي يعني هل هذا عمل احترافي يا أستاذ منذر؟ في الظروف اللي موجوده في البرنامج هذه هي الظروف اللي تكون موجوده، لازم اعطيه شيء حل اتصرف فيه مع النص اللي موجود معايا. طيب عموما استاذ منذر، العرض الاخير القادم هل تعدنا بشيء مختلف؟ باذن الله. يعني باذن الله كل هذه الاخطاء سنتلافاها في العرض الاخير القادم. اي ان شاء الله بتصير اخطاء، ما لحالي اتحملها، اخطاء حتى المتسابقين يتحملوها. طيب. إذا كانوا هم بينهم البين في الرياليتي ما بيتكلموا عن المسرحية خير شر. أنت شفت النصوص أول ما استلموها رموها، يعني هذه هم إهمال منهم. طيب لا بس مو طبيعي، يعني مو معقول كمان إنه أنا أقعد أجري وراهم. يلا شباب، إذا كان حمادة كمان لما جاء علي في يوم البروفا ما حضر البروفا، هو نفسه ما حضر، إيش نسوي إحنا إذا كان هو مو حاضر؟ طيب أستاذ منذر، الآن الأساتذة في الإعداد معي في الإربيز يقولون نعد الأستاذ منذر بنقاط خاصة فيه يقدمها للمتسابقين المتفاعلين معه في البروفات، هذا يعني خلينا نقول ميزة حتى تقدمها للمتسابقين حتى يقدموا أفضل ما لديهم. احنا نثق جدا بخبرات الأستاذ منذر، نثق جدا بعملك، نثق جدا بما تقدم. أنا على المستوى الشخصي جلست معك كذا مرة، أنا مؤمن إن شاء الله أن اللي سابق كانت مجرد بدايات، القادم يكون مختلف جدا بحول الله تعالى. وواثقين جدا أستاذ منذر، شاكرين لك اتصالك. تسمح لي إضافة بسيطة سريعة؟ تفضل يا أستاذ منذر. أنا كنت حاطة لي منهجية على أساس إني أقدر أحول الشباب هذول إنه ما هم ممثلين إلى إنهم يكونوا ممثلين. فكانت المنهجية طويلة شوي، بس راح أضطر إني أختصرها عشان الوقت اللي كان موجود. أنا كان هدفي إني أبدأ أشتغل على أداء الشباب، ما يهمني كان لا إكسسوار ولا ديكور ولا كان يهمني هذا في البداية، قد ما يهمني إنه الشباب لازم يكون عندهم ديكور يكون عندهم أداء. لأنه لو كان ببدأ مسرحية ديكور وإكسسوارات وإضاءة وأشياء زي كذا، أحتاج بروفات طويلة ووقت طويل جدا عشان أقدر أتعامل مع الأشياء هذه الموجودة والممثلين يقدروا يتعاملوا معاها، لكن إذا كانوا ما هم ممثلين كيف أقدر يتعاملوا مع الديكور والأشياء هذه؟ فأنا بديت على موضوع إنه يكون أداء، نتعلم على الأداء، نتعلم كيف نوقف على خشبة المسرح، نتعلم كيف نتحرك، كيف نقول النص، كيف نقدر نمثل ونسوي شخصية غير شخصياتنا الطبيعية،
هذه كان البداية اللي أنا كنت أبغى أبدأ فيها على الأقل 3-4 أسابيع في البداية بالوقت الضيق اللي كان موجود معايا. فراح أضطر إني أختصر في هذه الأوقات علشان أقدر أبدأ أتعامل مع الديكور والإضاءة والجدورات أقرب وقت ممكن، وإن شاء الله إنه أتوفق ويكون عندي حسن ظن الجميع في الموضوع هذا إن شاء الله. واثقين جدا أستاذ منذر، وهذه الخطة إحنا نعرفها جميعا ومؤمنين إن شاء الله بإذن الله أن القادم بيكون مميز من العرض القادم بحول الله. شكرا أستاذ منذر، الله يعطيك العافية. طبعا حديث الأستاذ منذر كان واضح، قال حمادة ارتجل، قال حمادة ما عندي مشكلة تستطيع، قال أستطيع تكمل دور عبد الله، قال ما عندي مشكلة، ولكن حمادة لا تعليق أنا عندي، لا 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 أنا عندي تحفظات واجد. طيب فهد،